السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة لمتابعة آخر تطورات تظاهرات ثورة تشرين وخروج بغداد والمحافظات بمظاهرات مليونية الجمعة لإسقاط النظام، في وقت لا تزال الكتل السياسية والبرلمان ورئاسة الجمهورية حائرين لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة وسط الشارع الرافض تماما لأي مرشح تختاره الأحزاب، وبين الصراع السياسي القائم على المصالح بينها. سنبحث ذلك في هذه المتابعة الخاصة مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. أهلا بكم دكتور. حياكم الله. أهلا ومرحبا وسهلا. ومعنا عبر الهاتف من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الدكتورة ذكرى عبد الصاحب. أهلا بك دكتورة ذكرى إذا كنت تسمعينني. مشاهدينا الكرام، إذن فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذا نبدأ مع الدكتورة ذكرى عبد الصاحب الناشطة وعضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين عبر الهاتف من بغداد. أهلا بك دكتورة مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم وبقناتكم وهذه التغطية القيمة وضيفكم الكريم. أهلا بك بداية. المتابع. شكرا جزيلا. لو تطلعينا على المشهد في ساحة التحرير ومحيطها اليوم وأعداد المتظاهرين والمعتصمين، لا سيما بعد تقديم برهم صالح استقالته. لحد الآن ما قدمها رسميا، يعني فهمت ما قدمها رسميا، لحد الآن هو مجرد إشعار. نعم. لكن على الأعداد بالنسبة للمتظاهرين في ساحة التحرير، ماذا تصفين أو بماذا تصفين الأوضاع الآن؟ المعتصمون باقين في ساحات لله الحمد رغم الظروف الجوية اليومين جدا كانت سيئة وجدا باردة وهواء عالي أيضا. حتى بعض الخيام طارت من عندهم ورجعوا ورتبوها. حقيقة موقف لا يحسد عليه العراق، لأنه من لديه هكذا أبطال وهكذا ناس يعني قلبها محروق أن تطور وتبني الإنسان بهذا البلد حتى ينبني هذا البلد. ما أعتقد يخاف على البلد بعد، بما أنه أكو ناس بهالشكل هذا يدافعون ومستقتلين مستمرين مرابضين لحد الآن، وإضافة للمتوافدين ناس تدخل ناس تطلع صباحا، حتى بالفجر أكو متظاهرين يجون مع يعللون أحيانا يتريقون مع المتظاهرين ويطلعون، وقسم باقين مرابطين الحمد لله والشكر. يعني الساحة ممتازة ومستمرة، طبعا احنا مستمرة البيانات اللي يعني أي بيان من عندهم أو أي قرار من عندهم مباشرة تنزل بيانات من اللجان، احنا أكثر من لجنة تشكلت حاليا. يعني فأنا دا ألاحظ أكو مجموعة نشرات دا تجينا بيانات أنه هذا غير مرغوب به. هذا بالنسبة لرئيس الجمهورية ليش دا أقول لك، لأنه الآخر لحظة لحد الآن أنا قريت بيان أنه هو بعده ما يستقيل. نعم هو أشعر أن يستقيل، لكنه هذه الاستقالة مع الأسف إحنا نقول إذا الإنسان ما يقدر يتحمل مسؤولية أو ما عنده صبر كيف يكون سياسي؟ السياسة يراد لها إنسان محنك، يراد لها إنسان مرتب يعني يتحمل المسؤوليه ويعرف شلون يعني شلون يقدر يناور معاهم ويقدر شلون. سنتطرق الى تفاصيل الموضوع الاستقاله بعد قليل، ولكن بدايه اود ايضا ان اعرف من حضرتك دكتوره رد فعل المتظاهرين بالنسبه لقانون الانتخابات الذي اقره البرلمان، وكذلك كيف تتابعون خروج هذا القانون من هذه الطبقه السياسيه بالتحديد؟ نعم حقيقة الساحة منشقة إلى جزئين، لأنه أكو ناس فاهمة بالقوانين وتعرف وده تستمع وده تعرف شنو اللي يصير. الآخرين مجرد عليهم استمعوا العراقية أنه قالت لهم ما شاء الله ومبروك وخلص أقروا على، لكن لا أكو نقاط هي جوهرية المفروض إحنا اللي مطالبين بها لازم تتغير. يعني جوهرية المفروض 100% تصويت فردي على عدد السكان، يعني بهالشكل هذا مو على عدد الأقاليم. نعم لانه يعني اكو منطقه بها مجموعه اقليم او مكان معين بمجموعه قرى مجموعه مدن مجموعه اقضيه، فهذا يعني هذا غير وارد انه من يمهم يخلون اشياء حتى تفيدهم يراوغون مع الجمهور مع الناس المتظاهره مع ساحات التحرير مع دماء الشهداء وما يسامون على دماء الشهداء، احنا نعطينا شهداء مو على مود تجيبوا لنا قوانين ارجاء حتى يخلونا تلفيق يعني قص والفق يعني بهالشكل هذا.
إذا بقيت معك بالوضع الميداني، استشهاد متظاهر برصاص القوات الحكومية في ساحة الوثبة ببغداد، كيف كان هجوم القوات الحكومية والميليشيات وما الهدف منه؟ والله هي هذا الموضوع اللي صار، احنا بصراحه بايدين امنا، لانه قلت لك احنا بايام الجبل، فاللي يصير بالاطراف بده يصير مناوش مباشر، لانه هذول الاطراف معظمهم اكو بهم شغب، معظمهم الجوكر وغيرهم، حتى احنا ما نقدر نوصل لهم، هذول يواجهون الشرطه وبيدهم اسلحه، بيدهم يعني هاي الملاتوف اللي دا يحرقون، يحاولون دول مندسين اكثر شيء، يريدون يشوهون سمعه التظاهرات، فهؤلاء دائما ينطخون مع القوات اللي هي حاميه المناطق الاسواق التجاريه والبنك ووسط تجاره بغداد وذيك المناطق، لان هي منطقه اصلا تجاريه، منطقه يعني شلون نقول بها حكوميه بها دوائر رسميه. نعم. هؤلاء يردون كل همهم ان يدخلون للبنك المركزي، يدخلون للمحلات مال التجاره والشركات يسرقون من عندها، هذول ما محسوبين على المتظاهرين. طيب. واحد من المتظاهرين او مجموعه وهم داخلين للساحه مثلا، هو طريقنا احنا على على الخلاني على ساحه على وثبه على حافظ القاضي ندخل. سأعود اليك بعد قليل دكتورة ذكرى، اذا تبقين معي انتقل لي دكتور رافع. دكتور، أبدى استقالته أو أبدى استعداده لتقديم الاستقالة لكنها معلقة الآن برهم صالح، ويهدد إذا استمروا بالإصرار على أسعد العيداني سيقدم الاستقالة، كيف تابعت الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا صحيح، هو أبدى استعداده، الرسالة مالته واضحة. نعم. أنه أبدى استعداده للاستقالة، هذه ليست استقالة طبعا، لكن كل الكلام عندما تقرأ الرسالة الكلام يتحدث عن موقف وطني ويجب أن ينصاع للشعب ويعبر عن إرادة الشعب، من يريد أن يسجل، وهذا الواقع، واقع الحال، من يريد أن يسجل موقفا بالتاريخ يكتب ولصالح الشعب فهو يعرف ما هو المطلوب من الشعب. الشعب يعني الشعب حدد الإطار والمعايير وصفات رئيس الوزراء المطلوب. إذا كنت برهم صالح يريد يسجل موقف تاريخي، في الموقف التاريخي من يسجل بهاي الكلمات اللي ما تقدر تعرف وين الاتجاه مالها. الموقف واضح جدا، أنا أرفض هذه الكتل، متقدم لي كتلة كبيرة كتلة صغيرة ما أعرف منه. أنا أرفض لأنه ذولا يعني أساسا لا يحقق طلبات الشعب العراقي، والشعب العراقي حدد مواصفات وقال أنه على الأقل واحدة من عندهن أن يكون ما مشارك بالعملية السياسية، ما شاغل منصب من عام 2003 لحد الآن، مو متحزب، ما له علاقة بالله، ومستقل. كل اللي يقدموه هذه الأحزاب والكتل هو متحزب، هو مشارك بالعملية السياسية كلهم جميعا. إذن لا داعي لهذه الإطالة والكلمات والجمل ورسالة طويلة عريضة، لا تحتاج كل هذا الموضوع. الموقف يحدد بالتالي، أنا رئيس الجمهورية وأريد أخذ موقف وطني ومنحاز إلى شعبي ومنحاز إلى وطنيتي مثل ما قال في رسالته. أقول سأختار رئيس وزراء بمواصفات اللي طلبها الشعب. وهذه المواصفات غير متوفرة فيكم. وتذهب هذا الرحم العراقي ولود، ومئات الآلاف من ينطبق عليهم هذا الوصف. وتختار واحد وتبلغ به وخلص القضية وتنهي هذا الموضوع. لن أختار منكم، لا أطلب من عندهم كتلة كبيرة ولا كتلة صغيرة. هو هذا الموضوع، يعني نحدد منه الكتلة الصغيرة والكتلة الكبيرة. الشعب خارج ضد هذه المسألة، وهي النقطة هي خلاف. هو الشعب ليش خرج؟ الشعب حتى تبدل عادل عبد المهدي بمهدي عادل، لو تبدل إنه مو هاي القضية. القضية خرج ضد نظام مخرجاته طائفية، فساد، خراب، إهانة. ضياع للهوية، هذه كلها. فبالتالي والأحزاب هذه مشتركة كلها بهذه المأساة وهذه الكارثة للعراق من ما يقرب 17 سنة. فبالتالي خرجوا المتظاهرين ضد هذه، ولا يريدون أحد أن يمثل هذه الطبقة، ويريدون أن يخلصوا من هذه الطبقة. فأنت تعود إلى الطبقة نفسها وتطالبهم بترشيح من الكتلة الأكبر، ومن الكتلة الأكبر هو من يرشح، ماذا سيرجح؟ وهذه العملية اللعب هذا لن يجدي شيء. فبالتالي تريد تسجل موقف تاريخي، وعندي استعداد للاستقالة، رفضت العيداني، وبعدين من سيقدمون؟ سيقدموا لك واحد مستقل؟ ما ممكن. هم قدموا لك مال لجنة الانتخابات وقضاة، غيروا الكل، يعني كلهم تابعين للأحزاب، نفس القضية.
فبالتالي انت يعني امام واقع حقيقي، شعب خارج بالشوارع صار 3 أشهر. نعم. قاعد بالشارع وطالب وطلباته واضحه جدا لا تحتاج الى تفسير، يعني ما بيها طلاسم وما بيها وشعاراتهم مرفوعه واضحه جدا ومطالباتهم واضحه. نعم. فميليشيات تقاتلهم، الحكومه ما اعرف شو تسوي، يسوون لهم قانون انتخابات بمليون لغم حتى يبقون، محاولة تدوير العملية السياسية هذه غير مقبولة. أنت تريد أن تسجل موقفا وطنيا، بلغ بشكل واضح بكلمتين، تطلع تقول لنا بكلمتين تقول ماني راح أرفض كل هذه كل ترشيحاتكم ومن يرشحون، وأنت لا دستور ولا هم هزن. أنت أي دستور هذا؟ الدستور هو هذا اللي جاب المصيبة للعراق، وأنت صحيح. ملتزم بالدستور وذولا ملتزمين بالدستور، وثانيا الدستور في حل من عنده. يعني هم فسروا بنفسهم، قالوا في ما يخص الدستور لا. رشحنا به عادل عبد المهدي. الآن رئيس الجمهورية من حقه أن يقبل بمن يكون. إذن اقبل بواحد بمواصفات يريد الشعب. لكن هل سيقبلون هم باختياراته؟ يقبلون ما يقبلون، ما أنا أتحدث عن موقف وطني. هو يريد أن يسجل موقفا وطنيا، لي الآن يفاخر على الشعب بموقف وطني وهو ماكو موقف وطني. تريد تسجل موقف وطني، هذا الموقف الوطني أن تكون مع شعبك، وذاك الوقت الشعب يشيلك على راسه وانت رئيسه ويقبل بيك. بس تسوي هاي اللعبه انا اخليها قدامكم، تقبلوا انا ما اقبل هذا وما اقبل هذا، ورشحوا لي الكتله الاكبر وما حد دز لي، وكل ساعه واحد يقول لي الكتله الاكبر. هي مو قضيه لا الكتله الاكبر ولا الكتله الاصغر. ليش؟ هي الجماهير خرجت، حتى الكتله الاكبر، حتى هادي العامري يجتمع ما اعرف منو وقيس الخزعلي وما ادري منو، والكتله الاكبر يرشحوا لك واحد جديد بدل. ليش هو الفساد؟ الفساد والخراب والدمار كان متجسد بعادل عبد المهدي فقط أم بعملية كاملة؟ هي القضية شخصية يعني هو عادل عبد المهدي وبدلناه وانتهى الفساد ورح نجيب واحد يوقف لنا، وكان المشكلة متوقفة عند شخص يعني. ما هي القضية مو شخصية. وهاي الثورة اللي قدمت هاي الدماء والشباب هاي الحلوة، 27 ألف بين شهيد وجريح، أكثر من 1000 شهيد قدموا، وكل هاي التضحيات، والآن أنت تبدل لي هذا بهذا والكتلة الأكبر وخلنا نمشي وسوي قانون انتخاب بألغام وبمحاولة الالتفاف على كل طلبات الجماهير وإعادة الوجوه مرة أخرى بطريقة، والأحزاب نفسها هي المسيطرة على الساحة. هذه قضية لعبة، محاولة للعب على الناس، لن يقبل بي. والشعب ذكي، شعب العراق ذكي، وعلى رئيس الجمهورية وغيره من يدعي أنه منصب أن يعرف أنه يتعامل مع شعب ذكي. هذا شعب مو مغيب وخلص صحالكم وقعد لكم بالشارع ولا يمكن أن يعود إلى بيته. تلعبون الوقت، أخلي استقالتي أمامكم، استعداداني ما أعرف منه أرفض، وأنا طلبت الكتلة الأكبر وما جاوبتوني وجاني الكتاب المرقم. هذا كلام كلام معيب، وهذا ليس جل موقف وطني. الموقف الوطني واضح ويحتاج إلى رؤية واضحة وكلمات واضحة وبشكل مباشر. طيب. سأعود إليك بعد قليل دكتور، أنتقل للدكتورة ذكرى. دكتورة ذكرى، يعني هل المتظاهرون فقدوا هذه الدماء وهذه الأعداد الكبيرة من المصابين وعدد كبير من الشهداء وكذلك المعوقين لكي الآن يقبلوا بقانون انتخابات تشبه الكثير من الأخطاء وكثير من الألغام كما وصفها دكتور رافع، وأيضا قضية رئيس الوزراء، هل المتظاهرون فقدوا هذه الدماء من أجل شخص؟ يعني هل ستقبلون متظاهرين الآن أنتم في الساحات بتبديل وجوه من قبل أشخاص أداروا العملية السياسية في البلاد على مدى 16 عاما ولم يقدموا شيء للشعب؟ حقيقة هذه الحكومة، حكومة المراوغة والفساد، عودتنا على هذا الكذب، عودتنا على المراوغة، عودتنا على الالتواء. يعني منذ اليوم الأول اللي هم استلموا به حكومة يومية شكل، وهم ما منفذين شيء للمجتمع، للبلد ولا للشعب. يعني أي شيء ما مقدمين، بالعكس المرة قدموه رجعونا للخلف أكثر. فحقيقة عودونا أنه هاي مراوغاتهم، أنه ترقية وتلزيق وجيبونا هذا ودونا هذاك. إحنا هذه مو مطالبنا، ما نريد ترقعونا ترقية، إحنا نريد من عندكم موقف واحد، تغيير شامل، يعني تغيير شامل بكل شيء، بالحكومة، بالدستور، بالانتخابات. جابونا القضاة مثل ما تفضل دكتور، جابناهم تابعين أيضا لهم القضاة، كاتبين استقالة، يعني تعهد أنهم مو من ضمن الأحزاب مستقلين، بينما هم معروفين. يعني إحنا نعرف واحد من عندهم، معقولة ما نعرفهم
بدولتنا ويعني لازم زمام الامور وخانقين بلاعيمنا مثل ما يقولون نايمين على 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 نفسنا اكلوا لقمتنا من حلق الفقير. يعني تعال شوف بالشارع كومه مجديات، هذا مو مطلبنا ولا حلمنا. بعدين انت يا رئيس الجمهوريه الان الحكومه في انقذ زجاجه حقيقه، اقولها الحكومه في انقذ زجاجه لانها عليها مسؤوليه تاريخيه، والا تحاسب وتعلق في باب الشرجي في ساحه التحرير. لانه الان هو بالذات هو رئيس الجمهوريه برهم صالح اذا يطلع راح يسيب الوضع مالهم كاتل، فهو المسؤوليه تقع عليه. المفروض ما يقعد يسوي يرفع شعارات، احنا عودونا على هاي الشعارات، احنا اصلا عايشين على شعارات وعلى اعلام يعني من ذاك الزمن ولا حد الان، بس اعلام وشعارات للناس يخدرون الشعب. وفعلا الشعب تخدر، انتظرهم 16 سنه بعد شنو؟ يوميا راح نسوي هيك وراح ننطي هيك، راح نزيد رواتب، راح نعدل، يعني هذه كذبه، احنا ما رايدينكم تكذبون علينا، اطلعوا بالوجه الابيض ربما احنا نسوي لكم ملوك، مو بس يعني انتم لو كنتوا ناس محترمين وكنتوا قدمتوا للبلد وللشعب وما اذيتوه وما سفكنا هاي الدماء اللي راحت من عندنا، كان سويناكم انبياء، لانه احنا شعب بسيط جدا، شعب محب، شعب مسالم. اي انسان يجي خدمه ويحكي باذنه كلمتين يصدقها راسا، فانتم يعني اعطونا هالعطف الابوي مثل ما هم هسه الابويه ويوميا مصطلح جديد، اعطونا هذا الحب الابوي، اعطونا هاي الرعايه الابويه، اعطونا البلد قيمته، بلط شوارع، مدرسه، هاي ما ياكل بالشوارع الاطفال خطيه مره، ثلاث ارباع الاطفال يتصفونه وما اعرف شنو هاي الامراض مال المعديه والساريه ومال البرد، يعني ليش هاي الاذيه؟ ليش دمرت الشعب؟ وين الفلوس؟ يعني كافي انتم كل واحد كم عماره عندك واحد مليارات، حتى قرايبكم حتى اصدقائكم شبعتوهم الماس وذهب. دكتوره وضعتم شروط لرئيس الوزراء الذي يريده الشعب والذي يرضى به، لكن كل المرشحين الذين جاءت بهم هذه الاحزاب لم تلبي متطلبات وطموح المتظاهر العراقي، طيب هل هذا يمكن ان يوصف بانه إصرار من هذه الأحزاب الحاكمة على فرض شخصيات على المجتمع العراقي بأي شكل كان، أو أنها لم تفهم الرسالة من المتظاهرين بعد؟ نعم بالضبط، هو إحنا ما أقول لهالدرجة، ما عندهم رؤية، ما عندهم شلون سعة بصر أو حلم، أن الإنسان يقول له عنده حلم يفهم المقابل مباشرة من الإشارة، وهم عراقيين ومثلنا، هم أذكياء مو أغبياء، لأنه إحنا الشعب العراقي ذكي، فالمفروض هم انت توصلهم هاي الجفرة الصغيرة، الرسائل الصغيرة المفروض يفهموها هذه ويقعدون يحللوها بين نفسهم، لكن هم مسيرين ولا مخيرين، هم يبيعون الغباء، لانه ذكائهم عندهم خارج البلد وبعد ورا الحدود خلف الحدود اكو ريموت كنترول، مثل متحكمين عقولهم مو بالعراق ذولا، عقولهم بايد الشخص اللي يديرهم، يدير ريموت الكنترول، سووا فلان شيء سووا فلان شيء، فيجون ينفذون هالشيء هذا. سأعود لك بعد قليل دكتورة ذكرى إذا بقيت معي. دكتور رافع، هل طرح فكرة الاستقالة الآن يدل على وجود خلاف أو صراع داخل هذه العملية السياسية؟ بغض النظر أستاذ محمد، الصراعات موجودة من عام 2003 لحد الآن، نعم. وصراعات على المكاسب والسرقة والنهب والفساد والكراسي، هذا موجود بيناتهم، مو هذه القضية. الآن هو رئيس الجمهورية، نعم، فهم الموضوع بالشكل التالي، أن الشعب الآن في خطر، الشعب العراقي في خطر، نعم، والعراق في خطر، وهو قالها في رسالته يقول، نعم، في خطر والأوضاع في خطر والشعب في خطر والشعب بالشارع، نعم، ويتعرض للقتل وميليشيات، أنت غير قادر على هذه الأعزاب، غير قادر أن تتفاهم وياها، نعم، وصلت إلى قناعة أنه ما قادر لهم، وأنت في وضع خطر وغير قادر لهذه الأحزاب، وهذه الأحزاب تريد أن تبقى العملية السياسية مثل ما هي ولا تستجيب للشعب، لا. ما هو الحل؟ تركب طيارتك تروح للسليمانية وتعوف الشعب وتقدم لهذا الرسالة التاريخية اعتبرتها استعدادك للاستقالة؟ ما هو البرلمان ممثلين عن هذه الأحزاب وهذه القوى التي هي تقدم لك الكتلة الأكبر، لا، والكتلة الأصغر، وهم اللي يريدون يبقون بالعملية السياسية، لا. إذن الحل إذا كان به موقفا وطنيا، إذا أنت كنت ترى أنه الأمور لا يمكن أن تحل والشعب في خطر والعراق في خطر وهذه الأحزاب والقوى قد تغولت، نعم، وهناك من يدعمها وأنت غير قادر عليها، ما تروح لسليمانية، روح الجل للأمم المتحدة، روح ادخل للأمم المتحدة أقول لهم أنا رئيس العراق وأنا حامي الدستور، نعم، وأنا الجل للأمم المتحدة، دور قضية العراق، الشعب العراقي سيقبل، روح ادخل للأمم المتحدة وخلي قضية العراق دولية، الأمم المتحدة ستتولى والعالم سيتولى أمر العراق،
لأنه أنت ما قادر على هذه الميليشيات. هذا الموقف التاريخي، والموقف التاريخي أنا أعلن استعدادي للاستقالة، أنا ما أريد هذا ولا أنت تعرفهم. اليوم باكر راح يقدموا لك غير مرشح، وبعدين وإذا جبت واحد مستقل هل سيستطيع العمل في ظل هذه الأجواء اللي أنت تعرف مسيطرين عليك؟ اليوم سووا لك مظاهرات الميليشيات وجوا لك من غير باب. مظاهرات اليوم سووا لها وجوا من غير باب، اللي ما المتظاهرين ما لهم علاقة بها ولا يوصلون بها، من الجادرية من هناك جوا الميليشيات للضغط عليك حتى تقبل بالعيداني وغير العيداني اللي يقدموه بهذه الطريقة. هذا الموضوع وصل إلى حد أنت تريد أن تتخذ موقفاً وطنياً. الموقف الوطني واضح، شعبك في خطر، أنت قادر أن تقدم له شيء، قادر أن تحل المشكلة، هو واضح أنه برسالته يقول أنا ما أقدر أحلها لأنه الوضع خطر وذولا دي يجبروني. إذن وين تروح؟ أنت تضع قضية العراق، الحل الوحيد الآن في هيج ظروف أن تضع قضية العراق بيد الأمم المتحدة. دكتور أنت تدول القضية وخلاص. إذا كان لا يستطيع حل الأزمة، وإذا كان لم يتخذ موقفا وطنيا حتى الآن، فلماذا إذن لوح بالاستقالة؟ هي القضية يشتري، يعني هذه خطابات عاطفية يحاول شراء عاطفة الجماهير، ويريد أن يحقق يعني موقفا تاريخيا وهو مو موقف تاريخي. يعني يريد للتاريخ أن يسجل أنه قال وماذا بعد؟ ماذا قلت أنت؟ أين الفعل؟ ما هو لا قول هذا المطلوب ولا الفعل هذا المطلوب. لا فعلك تدير وجهك وتروح لسليمانية، ولا قولك بهذه الرسالة هو هذا القول المطلوب. أنت القول المطلوب أن تقول أنه هؤلاء يريدون أن يتجاوزوا على طلبات الناس وعلى على على ثورة الشعب. ويريدون أن يقدموا، لا تقول لي كتلة كبيرة وكتلة صغيرة وخلي البرلمان يقدم لي وما أعرف منه. هذه كذبة، هذه لعب، هذه محاولة لشراء وقت ووصول إلى حالة من الملل. والجماهير ما راح تمل، قاعدة بالشارع وقدمت تضحيات كبيرة ومستعدة لتقديم كل التضحيات من أجل بلدها واستعادة العراق. وأنت عارف هذه القضية، أنت عندك قناعة بأن هذه القوى غير مستجيبة ولن تستجيب للشعب، وأنت عارف ليش وصلت لهذه الرسالة. إذا أنت عارف هذه القوى ومستعدة تقتل بالشعب وميليشياتها توجهها على الناس وأنت غير قادر أن تحميهم. أنت هاي اللي يسموك حامي الدستور ما أعرف شنو، هذا دستورك الكسيح ما تقدر تحميهم وما تقدر تحمي أحد. إذا أنت حتى تحمي العراق روح الجل الأمم المتحدة. هذه الأمم المتحدة مسؤولة عن دول العالم، مسؤولة عن شعوب العالم، ودخلت الدول القضية خلي يعرفون رئيس دولة لجل الأمم المتحدة من أجل شعبه. هذا الموقف الشجاع وهذا الموقف اللي ذكر التاريخ ويحسب لشعبه. هذا مو أركب الطيارة روح السليمانية زعلان حتى يدزوا لي وفد وراضوني يقولوا لي هذا الموقف لا من عندك لا من قبل، أنت وطني أنت شجاع ارجع راح نقدم لك غير شكل، ويقدموا لك وبعد 3-4 أيام وتقول لنا أنا رفضت ذاك بس أقبل بهذا وعلى الناس أن تقبل به، وإذا ما قبله راح تقول لهم هم ترى استقيل. وهاي اللعبة ما تنتهي، هاي لعبة معيبة ودلل على أنه كل هذه الطبقة السياسية واضحة طبقة سياسية من قمتها إلى أصغر واحد بيها من الرئيس إلى الخفير، كلهم من نفس النوعية. كلهم يحاولون أن يحافظون على مناصبهم لكن بطرق ملتوية بطرق متنوعة. ويريدون أن يكسبوا بيها مواقف على حساب الشعب، وهذا الشعب لا يقبل الآن قبل 1-10 شيء وبعد 1-10 شيء آخر. الآن الشعب لا يقبل أن تكسب شيء على حسابه. اللي قدم الدماء هاي الشباب الحلوة الصغار، الشباب الحلوين ذولا اللي الحياة كانت أمامهم، فرص الحياة كلها أمامهم، قتلتوهم بهذه الطريقة. يقبل الآن أن تلعبون عليه ببعض كلمات ورسالة واستعداد للشسمة للاستقالة ومجلس النواب الحلبوسي يسوي لي ما عرفونه قانون ويضحك على الناس وناس تهلهل والله جانا خوش قانون يضحكون، ما يقبلون هاي المسألة. دكتور هل هذه الشخصيات الموجودة والأحزاب الموجودة في السلطة بالبرلمان ممكن أن تهتم بموضوع استقالة برهم صالح؟ هم مصرين على فرض مرشحين من أحزابهم، هل سيكترثون؟ ربما سيقبلون الاستقالة ويعينون أو يختارون المرشح. لا، هذه فرصة للعب، فرصة لكسب الوقت. الرئيس يعني ابدا استعداد الاستقاله ودزوا له وفد ويتفاوض وياه الوفد وخلنا نقعد نسوي اجتماعات، والاجتماعات تطول 2-3 أو 4 وخش علينا المطر وخش البرد وما اعرف منو يدخلون ما اعرف ما ادري منو يجيبون يجزم من الامم المتحده هم تتوسط والسفير الفلاني التقى به وما اعرف منو. هذا الكلام
وبالتالي يقولون اقبلوا هذا. يابا شلون نقبل به؟ هذا احسن السيئين. ما هي اللعبه من البدايه. يوصلوك الى حاله قدموا لك اسماء وانت ترفضها، وبالتالي يجيبوا لك واحد اسمه هم منهم. بس يقول لك هذا احسن من ذولاك، ما هذا مو احسن من ذولاك فاقبل به، وانت مضطر لازم تقبل به. والشعب يجب ان يقبل به، واذا ما قبل به راح نهد عليك الميليشيات وند عليك الجيش، لان انت لا انت خرقت الدستور. وهذا الدستور راح يصير فد وثيقه لا يمكن ذاك الوقت أن تخترق. اي ما هو هذا الدستور يعني اذا كان في مصالحهم هو فد شيء عظيم، واذا كان ضد مصالحهم هو وصل يمسحون بها احذيتهم. هذه حقيقه الدستور هذا اللي تحدثون به. وماكو بلد بالدنيا، ماكو بلد، كل البلدان بالدنيا عندها دساتير، لكن لم نسمع احد يتحدث بالدستور اكثر من العراق. صحيح، لا حديث يعلو ولا حديث الدستور، اي اثنين يحكون بيناتهم يقولون الدستور. شنو هذا الدستور؟ وخالفوا الكثير من مواده. ما هذا تاريخ العراق كله يعني، شنو هذا الدستور انتم اللي هو الدستور شنو؟ قانون ينظم حياه البلد وحياه الناس. صحيح، وكل من يوضع في 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 موضعه في اطاره. هذا المتظاهرين اذا يقعدون منا للي يكتبون هذا الدستور، يكتبون دستور افضل من عنده بمليون مره. دستور وطني وعراقي، وجزء عندهم كاتبين دستور. شنو هذا الدستور اللي خابصين به؟ والفلان يدافعون عنه والناس متين. هذه كذبه كبيره الحقيقه. فلذلك اللي يريد يكسب موقف وطني واضح، واللي يريد يلعب، وهذه نقطه لعب ونقطه لتسويف الوقت، ومظاهرات راح تطلع مؤيده ومظاهرات وما ادري شنو، وجيبوا للرئيس من السليمانيه والرئيس زعلان. شنو هالموقف؟ شنو هذا المعيب هذا؟ وقانون الانتخابات ونرجع ويريدون يمررون بهاي هم الخطوه قانون الانتخابات حتى الناس تنساه. الشعب لا ينسى، الثوره ما تنسى، كل شيء الى وقته. هذا القانون رفضه ويرفضون هاي الاساليب. وعندك موقف وطني، الموقف الوطني والتاريخي واضح وتقدر تتخذه بسهوله. واضح وما عليك شيء. وذاك الوقت العراق محمي، ويجب ان تحمي الناس. انت مو رئيس، مو تقول انا رئيس العراق، هذول كلهم دماء، كل اللي سقطوا في عنقك. وانت مسؤول عن دمائهم، والان هذه الفتره الحرجه اللي يمر بها العراق في عنقك، في ذمتك. فانت شلون تخلص هذه القضيه؟ انت غير قادر ان تحلها، ما عندك قوى لا عسكريه ولا امنيه ولا قوى اقناع تقدر توخر ذولا وتشيلهم وتخلي الشعب يحكمه. فاذا روح تدوير القضيه، روح الى التدوير، روح للامم المتحده، الجا للامم المتحده، انت بحمايه الامم المتحده. ادخل بحمايه الامم المتحده، والعراق كله سيكون في حمايه الامم المتحده والدول العالميه. لانه خلاص يعني شنو ذنب هذا الشعب؟ نايم بالشارع. حتى الحلبوسي وهادي العامري وما اعرف منه والمهندس والخزعلي واياد علاوي وما ادري منه يقعدون يجتمعون ويضحكون. طيب، على العالم. دكتوره ذكر دكتور رافع موضوع الدستور وتشدق من في العمليه السياسيه بهذا الدستور. يعني نص بسيط من نصوص هذا الدستور، وهو يكفل حريه التعبير عن الراي. اكبر مثال لمخالفتهم للدستور الذي وضعوه بأيديهم وكتبوه بأيديهم ووقعوا عليه هو القمع الذي حصل في هذه المظاهرات والقتل وأعداد الشهداء الكبير. هل يمكن أن يؤتمن هؤلاء على حياة الناس، على البلد، على مصالح البلد، وهم حتى لا يحترمون النصوص والقوانين التي يضعوها بأنفسهم؟ بالتأكيد هم لا يريدون الخير للبلد العراق، ولذلك يقتلون اهله ويصفوهم، لان هم عندهم اجندات حتى يعني ينفذوها. ما يريدون الانسان يفتح حلقه ويحكي، ما عندنا حريه حقيقه. هذا الدستور اصلا هو خلق اعرج، فكيف ينفذون فقراته على الشعب؟ ابسط شيء انه حريه الراي، من حضرتك تذكر انه هذول قتلوا الشباب، قتلوا الناس العزل، عزل من السلاح، ما احد واجههم بسلاح. حتى بدايه التظاهرات شهر ونص اولادنا ما شايلين ولا حجاره ولا اي شيء. هذول القوات شغب بدأوا يضربون بالحجار، وهذول الأطراف اللي قلت لحضرتك عنهم، مو اللي داخل الساحة. داخل الساحة يقعد يرسم، يقعد يغني، يقعد يعزف، يقعد يقول شعر، يهوس ويل، يستقبل العشائر اللي تيجي تهوس، والناس اللي تيجي تهوس يستقبلهم ويهوس وياهم. بينما هذول الحوافي هم اللي يقتلون، يتعاركون بين ويا الشرطة، يريدون يسرقون، يستغلون هذا المكان. فاحنا حرية الرأي مقتولة عندنا بالعراق منذ أزمان، مو بس الآن. ديمقراطية أصلاً ما عندنا ديمقراطية بالعراق، ولا حياتنا شفنا ديمقراطية منذ أزمان، حتى من زمن الملك ما عندنا ديمقراطية. كان الشعب ما يقدر يحكي، ما يفك حلقة ويا الملك، لأنه كان أكو أيضاً عنده أجندات.
اكو ناس تحكم. احنا كان عندنا ذاك الوقت كان البريطاني حاكمنا يعني تابعين طيب. احنا كنا الدول الاخرى هي اللي ترتب حياتنا. فالان هذول ما يعني يردون يلعبون على الدستور ايضا فوق ما هو اعرج فوقها يردون يلعبون على الدستور نعم. وهم مو بوعيهم حقيقه الان يشتغلون اكو خيوط العابات تلعبهم يعني بهالشكل هذا نعم. مستلبه مخهم مستلبه مخ المخ من عندهم عقلهم وتمشيهم بسيرهم سير. والا هم لو بوعيهم ويحبون العراق ووطني كان صدقني اشتغلوا للعراق لكن هذول يسمعون اذن هنا واذن هنا عين هنا وعين هناك فما يردون يصير الخير لانه أنتم في ساحة التحرير توعدتم ب أو طبعا في كل ساحات التظاهر في العراق المتظاهرون توعدوا بالتصعيد إذا مرر العيداني يصعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة. ما الذي تنوون فعله في حال تم تمرير العيداني أو أي شخصية تطرحها هذه الأحزاب وليس ولن يكون المجتمع أو المتظاهر راضي عليها عندما تطرح لرئاسة الوزراء؟ ما نوع التصعيد الذي تنوون القيام به؟ هو احنا تصعيدنا دائما شنو؟ لا نشيل سلاح ولا نقتل احد ولا نضرب احد. احنا مجرد نغلق طرق احيانا، يعني هسه حاليا احنا لو غلقنا المطار عليهم وين راح يولون؟ منين يطيرون؟ لو غلقنا على الاقل نوقف بالشوارع ما ندخل. انا ذاك اليوم حتى وديت لهم بيان، قلت لهم احنا اذا نطلع ما ندخل للمطار، لا تدخلون للمطار على الحدود الخارجيه، واذا الخضراء لا تدخلون الخضراء على الحدود الخارجيه، اذا انقطعت الخضراء بين الخضراء والمطار اسبوع بعد ما يقدرون يروحون يرجعون، لان ما يتكمشون بداخل الخضراء يموتون، واما يتكمشون بالمطار يعني ويصير عقابهم. هم الشعب لو بس يذمهم صدقني عاد يقطعهم، لانه هالقد ما نزف ذم الشعب وهالقد ما ديفور وديلعبون عليه. يعني شوف ذنب الشباب كلها بالشوارع بهالبرد وهذا الظروف، ليش؟ على مدمنه، على مدمنه، على مدمنه، يعني يقنعون اسيادهم انه ما نريد هذا ونخلي ذاك وما نخلي ذاك، هم لعلمك الان الان بيلعبون فد لعبه غمض وفتح يعني بهالشكل هذا، يلعبوها ويا الشعب، يقشمروهم او تخدير اعصاب ويجرون لما يشوفون جس نبض حتى الرئيس من انطى من الاستقاله من اشعل عن الاستقاله، ما راح يستقل هو بالحقيقه لكن هو جس نبض الشارع، ايش راح يسوون؟ نعم هذول دي يلعبون بعدين الى ان هم بعدين راح يسوون فد شيء عندهم يجبرون المجتمع على اساس على القبول في شيء ما. دكتورة، المتظاهرون طالبوا المرجعية الحسينية بتوضيح موقفها من عملية استهدافهم من قبل البعض تابعين لهذه المرجعية يستهدفون المتظاهرين بالسكاكين وثبت ذلك بالقبض على أحدهم. هل الموضوع الآن هو موقف فردي كما تبرر أحيانا الحكومة وحتى المرجعية في كثير من الأحيان، أم هذا الموضوع مخطط له أن يكون الاعتداء بهذا الشكل وبهذه الطريقة؟ أنا أعتقد ذكرت أنه ضاعت المصداقية بالعراق، أصلاً ضاعت المصداقية، لا نقدر نثق بالمرجعية وهي حقيقة وأقولها بوجههم، لأنه يعني أكو ناس تمثلهم موجودة ويانا حتى معممين نزلوا للساحات، هل هم وياهم أم مو وياهم؟ هم يقولون إحنا ممثلين المرجعية، المرجعية تقول لا هذول مو ويانا، زين شنو السالفة؟ هي لعبة يعني طردتكم أنطوهم بيان قول لهم أنتم ما تمثلون أطلعوا من الساحة، هاي أبسط شيء يقدر المرجعية يقول لهم، إذا هو ما قابل لهم وساكت عليهم، زين بيان واحد من المرجعية الاحزاب، بيان واحد يقول لي ما بل تدخلون بالتظاهرات وانسحبوا من التظاهرات، بيان واحد، يعني احنا بيانات المرجعيه كل جمعه مع احترامي للمرجعيه هم فوق راسنا وهم ديننا مثل ما يقولون منظمين الدين الاسلامي لنا ومنظمين حياتنا الاجتماعيه، المفروض ما تكون قراراتهم او بياناتهم مسطحه، مسطحه ما بها عمق، ليش؟ يعني تدخلون الاشياء الفوقانيه، ها ما اعرف شنو لا تقاتلون لا تصير حرب اهليه، هم يججون الحرب الاهليه، ما عندنا حرب اهليه، ما نفكر نحارب احد. بس هم بياناتهم يبدي الاحزاب، اكو مصالح اكو اجندات لازم ينفذوها، بس كل من ما يقبل على الاخر الا بفلوس، حقيقه احكي لك اياها امور بالفلوس. دكتورة ذكرى عبد الصاحب عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا لك للمشاركة. دكتور رافع، قانون الانتخابات، هاي المسرحية طبعا التمثيلية اللي صارت والاحتفالية والتصفيق كما وصفتها في مجلس النواب وهي ظهرت أمام الجميع باسم الشعب، يقول محمد الحلبوسي، هل الشعب يريد هكذا قانون؟ لا أبدا، وهذا الكلام واضح من الساحات كلها مرفوضة. أما إذا أكو ناس مندسين مخشوشين مغيبين ما فهموا القانون بشكل واضح ولا غير شكل، يجب أن يعدلوا توجههم ويعدلوا قرارهم والآن يعترفوا أنه قراءتنا كانت مستعجلة لهذا القانون والآن يعني نغير رأينا وتغيير الرأي هذا فضيلة كبيرة لا يمكن القبول به. إذا كانوا وطنيين، إذا كانوا حريصين على العراق، إذا كانوا مثل ما يدعون أنهم جاءوا من أجل خير العراق وهم مع المتظاهرين
قلبا وقالبا مع التغيير، مع إزاحة كل الفاسدين والخراب هذا والدمار. يريدون عراق مزدهر، يريدون عراق خير، ما بي طائفية، ما بي خراب، ما بي دمار، ما بي فاسدين. عليهم أن يقولوا الحقيقة الآن. نعم، هللتوا وصفقتوا، خلاص انتهى الموضوع. قراءتكم كانت إلا غير صحيحة، تركونا من الأطراف الحكومية إذا أنتم مو طرف تابع للحكومة. ذولاك غير شكل، ذولاك يعني يريدون اللعبة مالتهم. فبالتالي خلاص الآن تعلنون أنه إحنا نتراجع عن هذا الرأي، لأنه قراءتنا كانت سريعة إليه غير دقيقة، والآن عندما قريناه بدقة وجدنا به أنه الشعب على حق وإحنا على حق ولا يمكن القبول به، وانتهى الموضوع. هذا واحد. لكن أريد أن أعلق على قضية يعني حتى هذه مال استعداد الاستقالة وقدموا السوداني، رجعوا قدمون وزير التعليم العالي، رجعوا قدمون قصي سهيل وأسعد العيداني لاحظ قضية من يعني القضايا المضحكة في هذه الكتل السياسية التي في العملية السياسية. طوال 17 سنة هم صدعوا رؤوس الناس بقدراتهم الفكرية والعقلية وإدارتهم، وإحنا رجال دولة المالكي يتحدث وإحنا ما جينا بالفراغ. طيب صار لهم 3 أشهر لا يستطيعون، ومو 3 أشهر 30 سنة طيهم، لا يستطيعون أن يقدموا واحد مرشح واحد فيه عيب ممكن 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 يدافعون عنه. يعني على الأقل به قليل من العيوب يمكن يدافعون عنه. أبدا لا يستطيعون. كل هذه الوجوه التي يقدمونها هي بهذا المستوى. يقدمون قضاة وقضاة تابعين لهم مبينة والشعفاء، يقدمون مرشحين المرشحين. يعني واحد من عندهم 17 سنة وهو حزب الدعوة، وقبلها وهو حزب الدعوة وهو مشارك بكل شيء، وهو حامي الحما وحزب الدعوة السودان. اي نعم. والحزب هذا يبوق وينهب ويسرق ويذبح ويرشح لنا المالكي ويضيع الدنيا ويشيع الطائفية وشيع كل الفساد والخراب. وهو يدافع عنه وزير عنده. فجأة استقلت من حزب الدعوة، أنا رد أصير خلاص أنا هسه الآن راح ألبس لكم سترة مال الوطنية وأصير وطني. هالكلام شنو هذا؟ هذا معيب، هذا تضحكون على من؟ نفس القضية العيداني، أنا ما لي علاقة بال ما أنت أنت من جماعة محافظ البصرة ودمر المدينة. أنت البصرة ما قدرت المدينة البصرة بائسة، وهل هذول الطيبين الحلوين أجمل الناس أنت مدمرهم ويظهرون ضدك وما قادر تسوي لهم شيء؟ أنت تريد تعيد التجربة البائسة هذه؟ ما هي العراق كله كافيه تجارب بائسة وكراب. هو يريد ينقذ البصرة. الناس دول اللي طلعوا بالتظاهرات في ساحة التحرير وبالحبوبي وكل مكان يريدون ينقذون البصرة، ويريدون ينقذون النجف، ويريدون ينقذون بغداد والأنبار والموصل، يريدون ينقذون العراق كله. أنت جايبين واحد دمر لا حتى القضية غريبة عجيبة. وراء وزير تعليم الشهادات العليا قاعدوا قدام الوزارة شهر ونص ذبيتوا عليهم ماي حار وعاملتهم شو المعاملة. الآن تريد القضية غير قادرين أن يقدمون شخص واحد بعيوب، لكن العيوب ممكن يدافعون عنها، ممكن يحاربون بيها، يعني يدخلوها بعيوننا ونقبل بيها. ما عدهم الكل واضح عيوبه كبيرة ومصايبه كبيرة ومشاكلهم كبيرة، ما عدهم. فلذلك كل هذه الأحزاب وكل المكونات مصيبة، جزء من مستنقع لا يمكن القبول به. هذا الشعب وعى، وهم مدري لا يفهمون قضية لحد الآن، لم يفهموا أو فاهميها إنه هذا الشعب لن يعود إلى البيت. تقدرون الآن تقدرون تنزلون عليه قواكم الأمنية وميليشياتكم، تذبح لها 20,000 واحد 30,000 واحد، تسوون مجزرة والعالم كله يقف ضدكم والدنيا كلها. لكن هل ستنتهي الثورة؟ هل ستنتهي واستحكمون؟ لا تستطيعون. الآن إذا هيش افتراض بالخيال، ذولا كلهم رجعوا إلى بيوتهم، هل ستستطيعون تحكمون؟ بعد ما تحكمون ما تقدرون، لأنه لا حزب الدعوة ولا غيره ولا راح يقدر يتحرك مثل ما كان سابقا. الشعب الآن الثقة بينه وبينكم انتهت، لا تستطيعون إعادة الثقة. لن تستطيعوا، والعرف الشعب كل كلامكم كذب، كل تصرفاتكم كذب. مجموعة أنتم من السراق، سرقتوا حياته. دعنا من المال، لأن هذا المال مباح وسرقتوه بالطريقة اللي ذمتكم قبلتها، لكن سرقتوا أيامهم، سرقتوا حياتهم للشعب. خلاص
الشعب غير قابل ان يتفاوض على حياته. نعم. انتم تفاوضوا على حياته الان؟ نجيب لك قانون تقبل به الاقضي وما اقضي وما ادري شنو حتى الاحزاب ترجع مره لاخرى وعدد النواب يزيد ما يقل. نعم. صحيح. وندخل بمصايب هذا قضاء وما قضاء وهذا اكثر وهذا لك والمال سيتحكم والسلطه ستتحكم ونفس القضيه والمال وعشائر والقضيه نفسها وانتهى الموضوع ونرجع وكانه لم يحصل شيء. نعم. وهاي الدماء راحت خلص هاي نقرا الفاتحه عليها وعادل عبد المهدي اعتبر انهم شهداء خلص هاي الموضوع انتهى هاي القضيه لغير شكل. وهذا رئيس الجمهوريه راح للسليمانيه لانه ما قبل أبدأ استعداد للاستقالة فموقف تاريخي وقف فيه الشعب. دكتور يسأل البعض سؤال ويعني يمكن أن نصفهم في دائرة الذين يشكون بالموقف الحاصل، من البديل عن هؤلاء؟ يسأل البعض هذا السؤال، إذا رحل هؤلاء من هي الشخصيات المتوفرة التي يمكن أن تشغل منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة بالشكل الوطني الصحيح؟ ليش هو العراق يعني صمم من التاريخ عبر التاريخ 7000 سنة حتى توصل النتيجة إلى ذولا لو ذولا يحكموا لو ماكو غيره. الكلام غير منطقي. نعم. غير معقول. هؤلاء في كل الدنيا تجي حكومات والحكومة شرعيتها من شرعية الإنجاز. نعم. عندها برنامج. إذا ما حققت البرنامج هي غير شرعية. تزاح. مو هم يقولون إحنا ديمقراطية وإحنا دستورنا ديمقراطي وإحنا نؤمن بالرأي الآخر وجينا من أجل منظومة الشعب هذا الحق. نعم. وإحنا أمريكا جابت لنا الديمقراطية مغلفة بالسليفون وجابت لناها ما أعرف منين هاي الحقيقة. نعم. أنتوا فشلتوا مو فشلتوا أنتوا فشلتوا العراق وعدكم مشروع لتدمير العراق والشعب خرج عليكم خلص هم يذهبون الشعب هذا كله يحكم. نعم. هذا 40 مليون عراقي موجودين على الأقل على الأقل على الأقل إذا أخذنا نسبة ما أعرف إيش قد هم تطلع لنا 4 ملايين واحد يقدرون يحكمون أفضل من ذولا. صحيح. على الأقل. نعم. لدينا أساتذة ولدينا علماء ولدينا سياسيين ولدينا علماء دين ولدينا كل شيء خير. نعم. كل شيء جميل عندنا ولدينا شباب من أجمل ما يمكن لدينا مهندسين ولدينا محامين ولدينا صيادلة وأطباء وكل شيء عندنا ما قاصرين على ذولا العاهات هذه عاهات وأمراض. نعم. لا يمكن احنا البديل عنا يروح العراق للفراغ ما هو هذا الفراغ اللي تحكون عنه وهذا اللي ما عارفينه وهي افضل من هذه الحياه البائسه اللي عايشتوا بها العراق. نعم. اللي سرقتوا بها امواله وسرقتوا حياته وسرقتوا كرامته وخليتوا العراق مطيه للاخرين وامواله كلها تتهرب والعراقي يزداد فقر ويزداد جوع يقول العراقي ايش قد شنو بعد يخسره شي يخسر بعد صحيح يعني العراق الان 40 مليون 12 مليون ما باعترافاتهم. نعم. ووزارة التخطيط تقول 38% من العراقيين تحت خط الفقر. تحت خط الفقر ماشي. صحيح. 38 يحسبها من ال 40 مليون شوف ايش قد 12 مليون واحد اكثر من ثلث العراق. نعم. ذولا تحت خط الفقر ياكلون من المزابل حش العراقيين. نعم. عندنا 7 ملايين امي. عندنا 5 ملايين ارمله، عندنا عندنا ما ادري 3 ملايين 4 ملايين يتيم، عندنا اطفال شوارع مليون واحد، عندنا مهجرين 4 ملايين، عندنا مهاجرين خارج العراق 5 ملايين ظل من الشعب العراقي. صحيح. عندنا عطاله بطاله عن العمل اكثر من 65%. نعم. 3 4 ملايين 4 ملايين واحد عاطلين عن العمل قاعدين لا شغل ولا عمل. نعم. وعندنا وظائف بطاله مقنعه. نعم. ودراساتكم تقول 8 دقائق اشتغل باليوم كله. صحيح. بالشهر من تحسبها ما قد تطلع الى نص ساعه مشتغل بالشهر. نعم. كله دت تطور رواتب. عندكم قوى امنيه وجيش وعسكر مليونين. نعم. ونص واحد عندكم ميليشيات عندكم وتالي وجايبين لي قانون الانتخابات شلون تنتخب انت وانت عندك ميليشيات من يحصر السلاح بيد الدوله. نعم. من يحصر السلاح الجماهير تقول هم يحصروا السلاح والسلاح مشاعل بيد الميليشيات يقتلون هم يدعون لحصر السلاح ولا يستطيعون. طيب وين شلون راح تسوي انتخابات التعادلة وتنجح الانتخابات واحنا بزمن جديد نبني زمن جديد احنا وياكم شلون تبني وانت خال ميليشيات تقتل وتذبح وتهدد واللي يقول حكايتين يجروا يذبوا ما ادري وين ما تلقى زين شلون القضية اذا ما تنحل هاي الموضوع ما ينحل. رئيس الجمهورية عنده موقف وعنده شجاعة وعنده بطولة ويريد يسوي موقف تاريخي. نعم. هذا الحل واضح شو يسوي مو يروح السليمانية يعرف وين يروح والعالم كله ينتظر وهذا الشعب ما يترك وهذا البلد ما يترك هذا البلد مهم.
وبلد إلى إلى تاريخه ولا موقعه ولا وجوده ولا ثرواته، وأهم ثروة به هذا الشعب، هذا اللي جرى به لا يمكن أن يجرى على بلد. 17 سنة من الأذى والسوء اللي ما شهد بلد بالعالم، وخلوه بالظلمة، والآن ذول الشباب الصغار الحلوين ولد العراق جابوه خلوه بالضوء. الآن تحت الضوء العراق، كل العالم يشاهد العراق ماذا يحدث به. فاللي يريد ياخذ موقف تاريخي واضح شلون ياخذ الموقف التاريخي، وهاي الثوره ناجحه ان شاء الله. باخطاء هؤلاء، بتصرفاتهم، بسوءهم، بفسادهم، بعدم ادراكهم، بعقولهم الخاويه. هذه العقول الخاويه اللي تعتقد انها واحد منهم مع الاسف يقول جبنا سياسيين محنكين وما فادوا. من السياسيين المحنكين؟ خلي يقول لنا شنو، وينهم السياسيين المحنكين ذول اللي وما الذي قدموا؟ وينهم ذول السياسيين المحنكين اللي يقصدهم منهم؟ ذول هاي الطبقه اللي اشاعه الفساد والخراب والعراق نهب للاخرين والشعب طالع عليها، صارت 3 اشهر اطول تظاهرات بالعالم، هذه ماكو لا بتاريخ العراق ولا بتاريخ العالم اكو تظاهرات 3 اشهر صار لهم شباب العراق بالشوارع نايمين. هاي تظاهرات، وهاي الشعب كله يظهر ضدكم، وانت تقول لي عندنا سياسيين معنا، وين الحنكه مالتهم؟ شنو هاي الحنكه؟ شنو شكلها؟ شكلها باقت من العراق تريليون دولار؟ شكلها سوت مشاريع وهميه ووزعت الاموال عليكم السراق وجابت احزاب، وبالعراق 500 حزب وتحكونا بالديمقراطيه وماكو ديمقراطيه وبميليشيات؟ هاي الحنكه جابت ميليشيات؟ سؤال اخير دكتور فيما تبقى من وقت، ما الذي تنصح به من يعتقدون ان قانون الانتخابات الحالي هو قانون قد يخدم المجتمع، خاصة أن هناك بعض المروجين على مواقع التواصل الاجتماعي من الناشطين الفعالين يقولون سنتعاطى مع هذا القانون رغم أخطائه، هذا الترويج بماذا توجه الرسالة أو ما الرسالة التي توجهها؟ الآن ثورة طلعت، الثورة لو تحقق أهدافها لو بلا ثورة، هاي حقيقة، ثورة اللي قدمت دماء، قدمت كل هاي التضحيات، عارفة طريقة وعارفة أهدافها، تعطيني نص قانون وبلشي بعدين كذبة هاي كبيرة، أنطيك فرصة وحتى بعدين تتغول علي، تلتف لي من وراء، تواجهني بالوجه بكلمات طيبة، والميليشيات تقتل بي، هذا اللي يحدث. الآن احنا نحترم التظاهرات وبنفس الوقت الميليشيات تخطف الناس وتقتلهم وتعذبهم، هذا اللي يحدث لو ما يحدث. هذا الحاصل، نفس الشيء بالقوانين، تقبل بأنصاف القوانين، بأنصاف المنجزات، بأرباع المنجزات ستخسر. والمتظاهرين ذول الثوار عارفين هذه الحقيقة، أما من يروج نقبل ونتعامل وما أعرف شنو خلونا نشوف، هذه كذبة كبيرة. إما أن تأخذ حقك كله لو ما تأخذ، أنت طلعت قدمت تضحيات وكمل طريقك، والثورة عارفة هذا الموضوع وكل الثوار عارفين ماضين إلى طريقهم، لذلك من تسمعهم يقول لك لو إحنا لو هم صحيح، وإحنا ماضين بطريق، نحن سلميين ما عندنا شيء، يريدون يقتلونا خلي يقتلونا، خلي يتحملون هذه الخطيئة الكبيرة في دمائنا. أكو رب العالمين راح يحاسبهم والعالم كله سيحاسبهم. إذا قادرين يقتلونه خلي يقتلونه. دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي معي في الاستوديو، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا، ونشكر كذلك الدكتورة ذكرى عبد الصاحب عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين كانت معنا عبر الهاتف، وأشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، إلى اللقاء.